دي جون في بطوله في الدوري العام، دي جون ده فريق قوي جدا. انتهت النتيجه 26 4 25 24. مروه عيد عبد الملك نجحت تحط 5 اهداف. ده مش كده بس، هي بتقول كمان انها نقلت فكره بلس 90 من فرقه كره القدم لفرق كره اليد في اوروبا. وطبعا ما كانش ينفع نتكلم عن مروه غير لما تكون معانا عبر السكايب من بلد الفن والجمال فرنسا. اهلا بيك يا مروه. كابتن هيثم اهلا بحضرتك، وشرف ليا تواجدي مع حضرتك وتواجدي في قناه النادي الاهلي في ثوبها الجديد، يعني فليا الشرف تواجدي مع حضرتك. بشكرك. وحشانا جدا جدا، وبنقول لك الف مبروك ومشرفانا، وحاجه يعني تفرح بصراحه. ربنا يخليك يا كوتش، ربنا يخليك يا رب. ليا الشرف والله، الحمد لله رب العالمين، كله بفضل ربنا الحمد لله رب العالمين، ودعوات امي وابويا وكل جمهور الاهلي صراحه، اللي مش بيسيبني في اي حاجه خالص الصراحه. جمهور الاهلي دايما معايا ودايما في ظهري يعني. طبيعي. مروه، يمكن المباراه الاخيره بلس 90، ايه قصه بلس 90 دي يا مروه؟ والله انت عارف بلس 90 دي يعني ماركه مسجله باسم النادي الاهلي، صحيح. فيمكن الماتش كله احنا كنا متقدمين في الاول، وبعد كده تاخرنا شويه اخر 4 او 5 دقائق، كنا متاخرين بفارق 4 اهداف، فاضل 3 دقائق ومغلوبين 4 اهداف، لكن الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، ربنا كرمنا وقدرنا نغير النتيجه في اخر لحظه، وكتبنا في اخر بالظبط اخر 5 ثواني بالظبط، ربنا كرمنا وقدرنا نكسب فرق واحد. فانت عارف ان دي ماركه مسجله باسم النادي الاهلي، واولاد النادي الاهلي في كل مكان هم اللي بيقدروا يطبعوا كل الناس بطبع النادي الاهلي، فالحمد لله رب العالمين يعني، ربنا كرمنا وكان توفيق من ربنا الحمد لله رب العالمين يعني. مروه، انا شفتك كاتبه على صفحتك طبعا بتهني النادي الاهلي بفوز الدوري رقم 42، والحقيقه ده لو دل فبيدل ان انت مش بعيده عن النادي الاهلي، بالعكس ده انت قلبا وقالبا ووجدانا مع النادي الاهلي. تحبي تقولي ايه طبعا للانجاز الكبير ده؟ طبعا يعني الحمد لله رب العالمين، برضو الدوري المصري هو ماركه مسجله باسم النادي الاهلي، فالحمد لله رب العالمين، لان انا برضو شايفه الى حد ما ناس كتير بتحاول تقلل من فكره ان انت فزت ببطوله الدوري. بالعكس، البطوله الدوري هي البطوله الاساسيه والرسميه في كل بلاد العالم، يعني دي البطوله رقم واحد الناس كلها بتتكلم عنها، فطبعا انجاز كبير الحمد لله رب العالمين. كانت فتره صعبه جدا على النادي الاهلي، كنا قبل الكورونا كنا ماشيين كويس جدا، والفرقه كانت توب وكانت في فورمه كويسه قوي، حصل الدروب بتاع كورونا فالفرقه الى حد ما مستواها نزل، لكن ده ما كانش عائق بالنسبه لنا ان احنا ناكد احقيتنا بالدوري المصري الحمد لله رب العالمين. يعني هو ده النادي الاهلي، وهو ده هم دول ولاد النادي الاهلي، والدوري المصري معروف ماركه مسجله باسم النادي الاهلي، يعني صحيح. الدوري 42. فاحب ابارك لمجلس اداره النادي الاهلي كابتن محمود خطيب، واحب ابارك لكل جمهور النادي الاهلي ان هم الداعم الاول والاساسي والرئيسي في كل البطولات وفي اي انجازات بتحصل. فاتمنى ان الناس تحتفل بالدوري وتدي الفرقه حقها وتديهم وضعهم، ان هم فعلا يستحقوا، تعبوا موسم صعب جدا جدا جدا. افراحوا يا جماعه، بطوله الدوري بطوله، البطوله الاساسيه والرسميه رقم واحد في مصر، واحنا ابطالها على مر التاريخ، وان شاء الله رب العالمين باذن الله رب العالمين عندنا بتاع حوالي 3 او 4 اسابيع نقدر نستعد فيهم كويس لبطوله افريقيا، وان شاء الله السنه دي بطوله افريقيا من نصيبنا باسمتنا ان شاء اكيد الله ان يا شاء رب الله. يعني. طبعا مروه، انا بشكرك شكرا جزيلا على وجودك معانا ودايما متابعينك، وهنفضل وراكي دايما ابدا. شكرا كابتني، الف شكر، الف نورت شكر الدنيا كوتش، يا الف مروه عيد شكر طبعا عمالك بالتوفيق. عبر سكايب من فرنسا، بشكرك شكرا جزيلا ليك. يمكن انا بس يعني حبينا تبقى مروه مع